اليوم 11 من شهر بقونا المبارك تذكار تشييد هيكل الأربعين شهيد بكنيسة المخلص. زي النهاردة بتعيد الكنيسة بتذكار تكريس هيكل الأربعين شهيد بكنيسة المخلص بصغر الأسكندرية. شفاعتهم تكون معنا ولربنا المجد الدائم دائما أمين. اليوم 11 من شهر بقونا المبارك استشهاد القديس إكلاديوس. زي النهاردة استشهد القديس العظيم إكلاديوس ابن أبطالماوس أخو الملك نوماريوس ابن زوماريوس وهو الشهيد يوستوس، وسيرته وردت في اليوم 10 من شهر أمشير. كان محبوب من جميع أهل أنطاكيا لحسن سيرته وشجاعته، ومن محبتهم ليه عملوا له صورة وعلقوها على باب مدينة أنطاكيا. ولما كفر دقلديانوس وأثار الاضطهاد على المسيحيين، اتفق القديس إكلاديوس مع القديس بؤطر ابن رومانيوس على الاستشهاد من أجل اسم المسيح. فظهر لهم الشيطان في شبه شيخ وقال لهم: يا ولادي انتوا لسه في سن الشباب ومن أولاد الأكابر، وأخاف عليكم من الملك الكافر ده، فإن قال لكم اسجدوا للأوثان وافقوا، وبيوتكم اتعبدوا للمسيح في الخفا. ففهم الاثنين انه شيطان في زي شيخ، قالوا له: يا ممتلئ من كل شر ابعد عنا. وفي اللحظة دي اتبدل شخصه وصار كعبد اسود، وقال لهم: انا هسبقكم للملك وحرضوا على سفك دمكم. واستحضر الملك القديس إكلاديوس وعرض عليه عبادة الأوثان ووعده ان يجعله مكان ابوه، فما التفتش لوعوده وخطبه بكل جرأة ووقفه على عبادة الأوثان. فما قدرش الملك ان يؤذيه بسبب محبة الأنطاكيين ليه، فأشار عليه رومانيوس الوزير والد القديس بؤطر يرسله مصر علشان يتقتل هناك. فأرسله معايا رسالة الوالي أنصنا بيقول له فيها إن إكلاديوس ما خضعش لأمرنا وما اتفقش الكلام ده، فرفض كل جهدك في الأول ولو ما رجعش عن رأيه اقطع راسه. فلما عرف القديس بده استدعى صدريفاس جوز أخته وأوصاه على ماله وأودعه عنده، وراح مع الجند لمصر. ولما وصل لأرينا والي أنصنا استقبله هو واقف وقبل إيديه وقال له: يا سيدي إكلاديوس ما تخالفش أمر الملك. فقال له القديس: أنا ما جيتلكش هنا علشان تضغي عليا بكلامك، أنا جاي هنا علشان تعمل اللي أمرك به الملك. وفضل الاتنين بين أخد ورد لحد ما اتغاظ أرينا من أجوبة القديس وطعنه بحربه، فأسلم الروح ونال إكليل الشهادة. وجه قوم من المؤمنين وأخدوا جسده وكفنوه ووضعوه مع جسد القديس بؤطر اللي كان استشهد قبل كده بوقت قليل، لحد ما انتهى الاضطهاد وجات أم بؤطر وأخدت الجسدين لأنطاكيا. صلاتهم تكون معنا أمين. نسبح رب القوات معزينا في الضيقات، ونمدح كل الأوقات. الشاهد إكلاديوس كان من بيت أمراء قديسين وحكماء، وعيونهم للسماء. الشاهد إكلاديوس كان في مدينة أنطاكيا في عيشة روحانية، اختاره للجندية. الشاهد إكلاديوس كان مخلصا على الدوام في كل المهام الجسم، فأعطوه كل الاحترام. الشاهد إكلاديوس طلب منه دقلديانوس أن ينكر القدوس، فقال: أنا عبد إيسوس. الشاهد إكلاديوس أغره بالدنياوية والمال والكرامات، رفض القديس بثبات. الشاهد إكلاديوس أرسل دقلديانوس إلى الوالي أريانوس مع بؤطر ابن رومانوس. الشاهد إكلاديوس إلى مصر بلدني مارتيروس أحباب الرب إيسوس بصحبة بأنجيلوس. الشاهد
إقلاديون. توعده بكل عذاب أمام كل الأحباب، والقديس يقبل بترحاب. الشاهد إقلاديون. صلبوه على خشبة، ضربوه بكل قسوة، طعنوه بالحربة. صرخ القديس وقال المجد لله كل الأجيال، اقبل روحي يا متعال. الشاهد إقلاديون. مل أكاليل نورانية وتسابيح سماوية وتماجيد روحانية. كنيسته في مرب القوسية ظهرت فيها عجائب باهية وصلوات روحانية. طوباك يا مختار نمدح فيك ليل ونهار، طالبين شفاعتك يا بار. تسبيح اسمك في افواه كل المؤمنين، نصرخ يا إله الشهيد إقلاديوس عنا أجمعين. أكسيوس بيسوب إقلاديوس بمارتيروس. أكسيوس أفا إرميا بإبن.